طيب نسمع الدعاء ونختم فيه. يا رب نسألك أن تطلع علينا شموس معرفتك وأن تنور عقولنا بأنوار حكمتك وتملأ قلوبنا بساطع محبتك. دعوناك يا رب بما علمتنا من أسمائك، فأنت من نستجير به من المحدقات، ونلوذ به في الملمات، ونضرع إليه في المشكلات. توكلنا عليه واعتصمنا به. اللهم علمنا كيف نشكر لك، فكل عطية من سواك أباء، وكل منحة من غيرك زوال. وهل يمنح الزائل إلا ما يزول. اللهم اجعلنا في حماك، وارحم من أطاعك منا، واستر من عصاك، وجنبنا بغضنا لبعضنا، واملأ قلوبنا رغبة في إسعاد غيرنا، وامنحنا خلق الكرم حتى نحسن إلى من أساء إلينا، وصفة الرحمة حتى نبكي لمن يكرهون الخير لنا.